السلام عليكم، مرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مازلنا في تحضيرات حلويات العيد. اليوم جيت ندير معكم شارك مسكر. كنت درت معكم تشارك العريان بارح، ونفس العجينه كنت قسمتها وحضرت بها تشارك مسكر. وطريقه التحضير تاع العجينه صيبوها في صندوق الوصف. فوتوا معايا ونشوفوا طريقه التحضير. حطوا هنا كاوكاو تاعنا اللي مخلوط مع السكر، فوالا كما تعرفوا نديرو 3 كيلات بنص كيلو تاع السكر باش ما يجينيش بزاف حلو باسكو يجينا مسكر من الفوق. ونزيدو له قرصه تاع قرفه ونسقوه في المصر غير شويه ونخلطو. نزيدو كميه ونزلت لهم غيفه صغيره تاع مارغارين هكا باش الحشو تاعنا ما يجيناش يابس ويجينا طري ومعسل. وانا شكلتهم كوريات صغار كما تلاحظوا هكا باش نحكم حبه نشكلهم حلابيش صغيرين هكا باش يجيو ساهلين كي نكونوا نخدموا فيهم. هنا ديروها شويه خشينه وهنا نرقوها ونحطوهم في جهه ونزيد الزبده العجينة تاعي. بعد ما كورتها ديبولات صغار وغطيتهم بنفس الحجم تقدروا توزنوهم 30 غرام الحبة. فوالا دابا نحكم حبة هنا نسيو نرقوها جوانب وفي الوسط نخشنوها هكا نحبوها مليح. نحطو هكا في الطرف هكا ونقعد نلوي نحاولو هنايا نديرها شويه خشينه وهنا في الجوانب نديرو شويه رقاق هكا نديرولهم هكا نزيدولهم هكا. وانا نشكلهم على شكل هلال كما راكم تشوفو ونرفدوهم ونحطوهم في السنيوه اللي كنت رصيتها بالفرينه صوت فرشولها بابي دو كويسون. وانا كي نكمل الشارك تاعي كما راكم تشوفوا مرحله اخيره واش نعمل نتقبوها هكايا باش نخرجوا كامل الهواء اللي فيه فوالا ونخلوه يرتاح 30 دقيقه هكا باش يحافظ على الشكل تاعو ما يخسر. بعد ما خليناه يرتاح 30 دقيقه نشعلوا الكوشه تاعنا من التحت كي يطيب لنا من التحت يتحمرنا سوسوا باش نشعلوا له من نطفو عليه ونخلوه يبرد. وهنا بعد ما طاب ليه الشارك ديالي كما راكم تشوفوا يخرج بهذا الشكل فوالا. دوكا نخليه يبرد مليح باش نسكروه سكر رطب. وهنا نروحو نبداو في التسكر الشارك تاعنا. هنا واش عندي؟ عندي مغيفه تاع قهوه صغيره فارينه ونزيدو لها مغيفه صغيره تاع سكر كلاص نديرها نص كاس تاع مازهر. وهنا على حسب الكميه اللي راكم دايرين كما انا ندير نص كاس وانتوما ولا درتو كميه كبيره ضافوا المقادير. وهنا نحكم حبه تاعنا بعد ما بردت مليح ورا كيفاش طابت لنا لازم يكون بارد باش نغطسوه داخل المازهر باش هكا ما يجيناش الشارك تاعنا معجن من داخل. هنا ونقطروه مليح بعد نحطو هكا في السكر نغطو الصوص هكا بالسكر نخلوه مدة هكا كمابا سامينيت ونعاودو نرفدوه. دوكا نزبطو الحبيبات الأولين فوالا كيما هادو سي بون نمسحوهم هكايا غير بالعقل سيسوها غير بالعقل هكا فوالا وهذا كيفاش خرج لنا ونحطوه هكا في السنيوه. دوك راني نكمل نفس الطريقه هاكم تلاحظوا هنا فوالا نستفوهم هكا في السنيوه ونعاود نولي ليكم.
في الاخير نحكموا كميه تاع سكر كلاص، ها مغيفه صغيره تاع لافاني نحطوها هكا، نحكم الصفايه تاعنا نعاودوها كما هكا من الفوق، لازم كامل يتغطوا هكا بسكر كلاص. وهنا نشوفوا كيفاش جاني، راح نقسم معاكم حطه. وشوفوا هنا من داخل كيفاش جاني، جاني طري. ان شاء الله تعجبكم الوصفه تاع اليوم، ومع السلامه.